ولا يمكن ننكر صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، اليد ليست بيد، هي نعمة. قل كذاب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لما خلقت بيدي، ولا يمكن أن يكون معنى الآية لما خلقت بنعمتي، ولا يمكن يكون مزية لآدم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو كان معنى الآية اليدين بمعنى النعمة كان قال إبليس وأنا أيضا خلقني الله سبحانه وتعالى بقوته ونعمته. ثم اليدين وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة. كلتا يدي ربي يمين، ما يمكن أن تكون النعمة والقوة يمين. أصابع يضع الله سبحانه وتعالى السماوات على إصبع، القوة النعمة لها أصابع؟ لا يمكن. إذن ماذا علينا؟ الرضا والتسليم، وما أحسن هذا. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وقل آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. النتيجة يهدك الله، وغير هذا ضلال، نسأل الله عليه السلام. كيف تطيب لمسلم مؤمن؟ كيف يتكلم في ذات الله؟ كيف ينكر الصفات لله سبحانه وتعالى؟ كيف يتجرع الكتاب والسنة؟ كيف؟ ولهذا قلنا لكم طبق الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلاه الرحضاء العرب، كيف إنسان ينكر صفات الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستبدح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. المؤلف رحمه الله جاء بإثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وكأنه الآن بعد أن أورد بعض الصفات التي وردت في الكتاب والسنة أراد أن يأتي بصفات جاءت في السنة، لأننا نثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة الصحيح. ينزل ربنا، ماذا نصنع؟ نقول نثبت لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين، ولكن يصان الله عن الظنون الكاذبه، مثل ان يظن ان السماء تظله او تقله او تحيط به. الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء، وكل شيء مفتقر الى الله، ولا يمكن ان المخلوق يحيط بالخالق سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ السؤال بدعه. قل آمنت صدقت سلمت. هناك من ينكر النزول، هناك من ينكر النزول، لكن هو بفطرته يثبت النزول لله. كيف؟ تجد الناس يجتهد خاصة في الثلث الليل الآخر في العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الوقت وقت النزول الإلهي. صحيح؟ بل عندما يتقلب أحيانا ولا ينام في الليل تجد يدعو. لماذا؟ يقول هذا وقت النزول، وهو ينكر النزول لكن بفطرته يثبت النزول. فطرة. ينزل ربنا نزول حقيقي يلقب جلال عظمته، لا مثل نزول المخلوق، إلى السماء الدنيا. لا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق. كيف؟ السؤال بدعة. آمنت وصدقت وسلمت. إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قالوا لا، هذا ليس بنزول لله، هذا نزول الرحمة. كذبتم والله. الرحمة ما تتكلم. هل الرحمة تقول هل من سائل؟ الرحمة تنزل إلى الدنيا أو للسماء؟ ماذا نريد بالرحمة أنها تنزل للسماء؟ نريد نزول الرحمة إلى الأرض.
إذا هذا تكذيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول النزول هو نزول الرحمة ونزول الأمر ونزول الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا ونحن نقول لا. إذا وافقنا اليهود فماذا تصنع؟ تجتهد، تقوم ثلث الليل الآخر، وهذا من سعة فضل الله. ينادي الرب، هل من سائل؟ تجتهد لأنك تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. ينزل ربنا للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وبعض الناس يقول كيف الليل اليوم الثلث الليل الآن في الكويت، بعد ساعة وكذا في المدينة، بعد ساعة وكذا في مصر، بعد ساعة وكذا، هذا معناه كذا وكذا. نقول اتق الله. الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. لا يمكن تقيس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص. الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، ليس لك علاقة بهذا الوقت أو بكذا. الآن المصلي يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. كم مصلي اليوم يصلي؟ كثير. ايش نصنع؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. ثلث الليل الآخر آمنا وصدقنا وسلمنا. ليس لك علاقة بهذا، ولا تسأل ولا تتكلم بهذا الكلام، ليس كمثله شيء. السميع البصير. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حنيف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوم الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا ثعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. لو أكملت هذا كان أحسن. لا، لو أكملت المنظومة كاملة. يا أخوانا، أناس اختارهم الله، اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يمكن يختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. لو تسمع تقول فلان من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، ماذا تظن في هذا؟ إن هذا من خيرة القوم، لأنه صاحب عالم إمام. فما بالك بأناس اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما يصنع هذا اليهود والنصارى. لو قال الشعبي رحمه الله، لو سألت اليهود، يهود، لو سألت اليهود من خير أصحابه، ما استطاعوا أن يقولوا إلا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. ما يستطيعوا أن يقول أحد أفضل إلا الذين رافقوا موسى عليه الصلاة والسلام. ولو سألت النصارى من خير أصحابكم، ما استطاع أن يقولوا إلا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. ولو سألت بعض من يصف الصحابة في هذه الأيام من شر أصحابكم، لقال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يتكلم الصحابة اسأله هل أنت من المهاجرين؟ إيش يقول؟ يقول لا. يقول المهاجرين كذاب والله، صح؟ في واحد فيكم من المهاجرين؟ لا. هل أنت من الأنصار؟ لا. أي إنسان يسب الصحابة اسأله هل أنت من المهاجرين؟ يقول لا. من الأنصار؟ يقول لا. تقول وأنا أشهد والله أنك لست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا نستطيع إلا نصنع هذا. الذي يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة.
الذي يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة وطعن في دين الله وطعن في الصحابة. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، وطعن في دين الله في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليل وقال لا تسبوا أصحابه، وطعن في دين الله لأنه طعن في الصحابة. هذا معناه أن الدين نقل إلينا عن أناس ليسوا بثقات، إذا هذا ليس بدين. وطعن في الصحابة هذا واضح. ماذا نصنع؟ لا تقرب الصحابة إلا بخير. يا إخوان أترك العصير الآن، خلي العصير الآن، أجلس 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 يا رجل، خلي العصير بعد العشاء إن شاء الله. لا يمكن أن نتكلم في الصحابة، ما يمكن الإنسان عاقل يتكلم في الصحابة ويوضع عليهم كيف. فماذا نصنع؟ نقرأ في سيرة القوم، نترضى عليهم، لا نذكرهم إلا بخير. لا تقرب الصحابة إلا بخير. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد في كتاب الطب، كتاب الطب، كتاب الطب يتكلم عن الصحابة، نعم هم يتكلم عن التوحيد في كل مكان. في كتاب الطب قال ابن القيم رحمه الله، قال بعض الحكماء، قال بعض الحكماء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليه، مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها. عينك تؤلمك ايش تصنع؟ تفركها تزيد صح؟ قال هم مثل العين، لا تقربهم إلا بخير. صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، لا كان ولا يكون. الأمة هذه أفضل الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل الأمة الصحابة رضي الله عليهم. وأفضل الصحابة رضي الله عليهم عندنا أربعة خلفاء الراشدين: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عليه. من شكك في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، يعني ضال مضل كافر كفر أكبر. لماذا؟ أجمعت الأمة على خلافة هؤلاء الفضل: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عليه. وهذا اللي ذكر المؤلف الآن. إذا لابد نحفظ لهؤلاء حقهم، لأن التنقص والطعن فيهم قلنا طعن في الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في دين الله، وطعن في الصحابة. لا تسمع، لا تنظر، لا تتكلم بشيء قليل أو كثير عن الصحابة، لا تذكرهم إلا بالخير بالجميل. حدث منهم أشياء نعم، لكن نزر يسير مغمور في حسنات القوم، لهم من الحسنات والفضائل والسوابق نعم، والنصرة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينكر عليهم النزر القليل أمور اجتهدوا فيها، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأ مغفور. نعم. قال رحمه الله: والله عيب، عيب والله، عيب أن نتكلم الصحابة، عيب. لم نصنع شيء مما صنع الصحابة. نعم. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. الإيمان بالقضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان. نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. العلماء رحمهم الله
يذكر مراتب أربعة للإيمان بالقضاء والقدر. إذا أردت أن تؤمن بالقضاء والقدر تؤمن بمراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم أن تؤمن أن الله على كل شيء، لا أخفى على شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه، إذا وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الكتاب أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة، العبد له مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخلق، العبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله. فماذا تصنع؟ تؤمن وتعمل. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبدهم وتوكل عليه. تحسن الظن في الله، تقول اختارني الله ممن؟ من أهل السعادة، أسعى لها سعيها وأنا مؤمن. نعم، تحسن الظن في الله، تؤمن بأن الله عالم وكتب، ولكن تعمل عمل أهل السعادة. مفهوم؟ أي نعم. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يشرب خمر. يا أخي لماذا تشرب الخمر؟ قال إنما أشرب بقضاء الله، لو شاء الله ما شربت الخمر. صحيح؟ صح؟ موجود هذا. ماذا تصنع به؟ تضربه